بدل النواة. ما ضل كتير. عم تحس بنفس الوجع؟ مو لهالدرجة. معناها هي نهايتنا. لا تقلق يا أخي، رح يجوا أكيد. بعد ما نموت ما عاد تفرق إذا أجوا ولا ما أجوا، نحن انتهينا. أنا رح جن هدول شلون بيطلعوا لنا كل مرة فجأة؟ لا تواخذونا، كان عنا شغلة مهمة. شو بيناتنا؟ يعني معقولة نحكي بدقيقتين؟ أنتوا روحوا على شغلكم. شو ما رح تعطونا الدواء؟ الظاهر ما فهمتوا شو بدنا منكن لهلأ. بالأول في شغلة أنتوا رح تعملولنا إياها، بعدين منعطيكن إياها. قلي لشوف شو جبتلي معلومات عن بوريس. ماشي، أنا عندي كتير وقت، بس أنتو يلي وقتكن قليل. شو صار؟ أنا عم استناكم. بوريس اجتمع مع سوريا خانو من بارح، كان اجتماعها سري كتير. حلو كتير، يعني بوريس التقى مع سوريا خانو اللي هي شريكته بالبنك. ليش؟ ما بعرف، بعرف لك اني ما بعرف شيء. اكيد ما بتعرف. تستحق تعيش. امبارح اجا سعد باشا حكوا بخصوص فرح. وشو حكوا مع بعض؟ فرح هربت، بعدين كمشش و هذا كل شيء. برافو عليك، انتو رح تفيدونا، بكفي لهذا اليوم. بكرة بنفس هذا الوقت أجدار.